بالمناسبة ديال ليلة القدر 26 جاتني فكرة أننا ندخلوا الصورة لبعض الأسر المعوزة. ديك بنت اللي كتشوفهم ما كيقدروش يعملوا الشدة، ديك بنت اللي كتشوفها كتكبر ما عندهاش الشدة الصغرى، لأن كيكونوا أسر معوزة ما كيكونش عندهم، لأن كنعرفوا الزينة كتقام شوية غالية وماشي كلشي كيقدر. جاتني فكرة أنني ندخلوا فرحة والصور لبعض الأطفال، والحمد لله نجحت الفكرة وقاس الحفل الحمد لله مزيان. فرحنا بنيته تقريبا ما بين البنيتات والاطفال البنات والاولاد شي 80 طفل. عملنا لهم الشده، عملنا لهم جبنا لي ماسكوت، عملنا لهم الهزه. كانت معنا الفرقه ديال الحضره اللي زينب، كنشكروها من هذا المنبر هذا لان حتى هي ساهمت معنا في هذا الحفل هذا وفرحت هي دخلت سرور. الزيانه فاطمه الرواس لان تقريبا 80 طفله وطفل عاونتنا حتى هي وساهمت معنا في هذه المبادره هذه، والحمد لله كان في الحفل ناجح. دخلنا عليهم الصور في الختام، وزعنا عليهم ملابس ديال الاناث والذكور من عند رئيسه ديال ملابس البوغاز، التعاون ديال ملابس البوغاز، هي مشكوره من هذا المنبر مدام ساره، حتى هي عاونتنا والحمد لله. كانت واحد المجموعه اللي قدرنا نتعاونوا فيها. انا فرحانه بزاف اليوم على حسب الليله ديال 26 ليله القدر في رمضان المبارك، وهاد الشهر عظيم تبارك الله وما شاء الله، وبغينا نفرحوا الوليدات عليها عملنا هاد الحفله هادي. عملنا الحضره اللي هي لزينب، وعملنا النقش الحنة البنيتات، عملنا لهم الزينات، عملنا لهم الشده، والحمد لله فرحنا الوليدات بالحوايج ديال العيد، وكنتمنى نزيدوا ان شاء الله في الخير من قدام. وشكرا بزاف للناس اللي عاونونا والناس اللي وقفوا معنا، شكرا بزاف عليكم. انا فرحانه بهذه المناسبه هذه، وكنشكر الناس هذو اللي فرحونا وليداتنا بمناسبه 26، والله كما فرحونا الله يفرحهم دنيا واخره، وكنشكرهم كاملين ما خلوا لي شي ولادي مقهورين، وكنشكرهم على الحويجات الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم والديكم الله يجازيكم بخير. عملوا لهم الشده انتم كتشوفوا وليدات يوم فرحانين، الله يفرحكم دنيا واخره، الله يجازيكم بخير الله يرحم. كنتمنى هذه المبادره هذه تفرحوا الايتام وتفرحوا المساكن، وكنشكركم ماشي في رمضان، كنتمنى تفرحوهم دائما، الله يوقف معكم دنيا واخره، الله يرحم والديكم. اليوم اجتمعنا باش نفرحوا هاد العيال مناسبة ديال 26، عملوا لهم الشدة والأميرة والتخليلة والهندوية، وفرحناهم جميع الزينات وزينات الشلحة، إن شاء الله يا ربي نفرحوا العيال كاملين اللي قدرنا عليه غادي نعاونهم إن شاء الله اليوم، إن شاء الله يا ربي عقبال العيال كاملين إن شاء الله يا ربي. كنتمنوا هاد المبادرة تكون دائما إن شاء الله يا ربي، ويساهموا بزاف ديال الناس ويفرحوا الأطفال باللباس ديال العيد وبالفرحة ديال الشدة وبالفرحة ديال الأميرة، ونتمنوا الفرحة للجميع يا ربي، الله يدوم علينا فرحة.